هذا الموسم مع فريق القوة الجوية، ولكن يبقى الهداف مهند. كرة خطيرة، جول جول، هدف لنفط البصرة، هدف لنفط البصرة اللي يسجل في المرحلة الأولى يسجل في المرحلة الثانية، اللي يسجل ذهابا يسجل إيابا. هذا علي خليل، علي خليل في الدقيقة، أتحدث عن أول عشر دقائق، أتحدث عن أول عشر دقائق، وبالتالي هذه الكرة بنقل الكرة، والكرة من ويلسون اللي لم يبعد الكرة واعتمد فالطالب على ويلسون، ولكنها مرت وخطفها علي خليل وسجل علي خليل ليتقدم فريق نفط البصرة فرسان الجنوب بأول أهداف المباراة، هو سادس أهدافه في دورينا.